أيضا ننتقل إلى الجانب والمحور السياسي في هذه الحرب الروسية على أوكرانيا. كان لافت اليوم تصريحات وزير الخارجية التركي أوليتشاوشوغلو الذي قال بأن أنقرة تعمل على وساطة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار عبر قمة ثلاثية تجمع أوكرانيا بروسيا. وأضاف تشاوشوغلو أن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيلتقيان بوساطة تركية لإجراء مباحثات بمدينة أنطاليا يوم العاشر من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل. وفي هذا المحور نرحب بضيفي الدكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والمحلل السياسي، وأيضا من إسطنبول وأيضا من موسكو نرحب بضيفتنا السيدة لانا بدفان الباحثة في الشأن السياسي الروسي. و علي أبدأ منك سيد أوغلو، هذه تصريحات لتشاوشوغلو اليوم قبل ساعات وعن وساطة تركية وقمة ستكون يوم الخميس يوم العاشر من هذا الشهر في مدينة أنطاليا التركية، وسيكون حاضر فيها وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف وأيضا وزير خارجية الأوكراني. ماذا عن هذه القمة؟ هل من تفاصيل جديدة؟ تحدثنا عن تفاصيل هذه القمة وكيف ستكون الأجواء يوم الخميس المقبل. أستاذ أوقات محمد والمشاهدين، طبعا هذا يفتح للدبلوماسية التركية ونجاحها في محاولتها للملمة أطراف هذه الأزمة وإيقاف هذه الحرب على أوكرانيا. تركيا منذ البداية كانت تسعى إلى هذه الوساطة وعدم بدء روسيا هذه الحرب على أوكرانيا، لأن تركيا بحكم موقعها الجغرافي أولا وبحكم علاقاتها المتعددة الأطراف ثانيا ستنعكس سلبا هذه الحرب على تركيا، سواء على المستوى الاقتصادي المباشر بشكل أساسي، كما أن دول العالم متضررة بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار النفط دوليا، وبالتالي الاقتصاد سوف ينهك في الداخل التركي من جهة، بالإضافة إلى الضغوطات الروسية التي قد تستخدمها موسكو ضد أنقرة، سيما في ملف سوريا وكاراباغ. إذا ما فتحت موسكو جبهات متعددة بالإضافة إلى جبهة أوكرانيا فإنه سوف يكون من الصعب التكهن بمستقبل المنطقة عموماً. المرحلة المفصلية الدولية التي نعيشها هي أوكرانيا قوس الأزمة فيها، وبالتالي سوف تنعكس سلبا على كل الأطراف، والمتضرر الأكبر هم القريبون جغرافيا وعلى رأسهم تركيا. لذلك أتى هذا الحراك الدبلوماسي المكوكي اليومي وبعض الاتصالات معلنة وبعضها غير معلنة للوصول إلى هذا اللقاء من حيث رفع المستوى التمثيلي المفاوضات الروسية الأوكرانية. كان هناك وفدان روسي وأوكراني على الحدود البيلاروسية في المفاوضات، ولكن الدبلوماسية التركية أرادت أن يكون مستوى التمثيل أعلى من خلال وزيري الخارجية. تحاول تركيا جاهدة أن توقف هذه الحرب بأي ثمن. نعم سعود إليك سيد أوغلو، لكن ننتقل إلى موسكو وسيدة لانا بدفان. مساء الخير. مساء النور، هلا بكم. إذن وساطة تركية وتصريحات لوزير الخارجية التركي بلقاء أو قمة ثلاثية ستجمع الوزراء الروسي والأوكراني والتركي في أنطاليا التركية، وحديث عن حلحلة دبلوماسية لهذه الأزمة ووقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية في أوكرانيا. قبل قليل هناك تأكيد من الخارجية الروسية عن عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الخميس المقبل. إذن روسيا وافقت الحضور في هذه القمة، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك تحلحل في الموقف الروسي والأوكراني حيال حل هذه الأزمة، وخاصة أننا رأينا التصعيد، سواء كان تصعيد عسكري، تصعيد على صعيد الاقتصاد والعقوبات التي تأزمت منها جميع دول العالم وليس فقط روسيا وأوكرانيا. الجميع اليوم يتحدث عن العقوبات وتأثيرها على الاقتصاد الروسي، لكن لم نلاحظ أي أحد قد تحدث فعليا عن تأزم الاقتصاد الأوكراني ودمار أوكرانيا اقتصاديا نعم.
يعني هذه الوساطة سواء كانت تركية أو فرنسية، أو حتى رأينا البارحة وساطة من وفد إسرائيلي. جميع الدول اليوم تعمل على حل الأزمة هذه بين روسيا وأوكرانيا، لكن عن طريق تحالفات وعن طريق وفود. يعني مثلا رأينا الوفد الإسرائيلي هو وفد من طلب زيلينسكي، وأيضا هو وفد يعني مرتبط بعلاقته مع برلين ومع الدول الغربية مثل أمريكا. الوفد التركي هو وفد آسيوي، يعني نحن نعرف العلاقات التركية الغربية ليست على ما يرام. وأيضا هناك وفد الفرنسي عن طريق محادثات المباشرة بين ماكرون والرئيس الروسي. يعني الوفود عديدة، ولكن كل وفد لديه الطابع الخاص به ولديه الحل الخاص به وفقا لمصلحته، سواء كانت السياسية والاقتصادية. وما يربط الآن تركيا وروسيا العديد من المصالح الاقتصادية التي قد تتأزم نتيجة إغلاق المعابر في البحر الأسود. فلذلك انطلقت تركيا الآن لحل هذه الأزمة عن طريق لكن بحسب عدم كثيرين تم تجاوز هذه الأزمة بخصوص يعني البحر الأسود والمضائق بسبب تعامل تركيا بشكل دبلوماسي كبير مع روسيا وتفهم روسيا أيضا لذلك. صحيح 100%. لقد تفهمت القيادة الروسية موقف التركي حيال إغلاق المعابر. وأيضا كما قلت لك وأشرت لك، لدى روسيا مصالح في تركيا ولدى تركيا مصالح سواء كانت في روسيا أو في أوكرانيا. فكانت هذه الوساطة يعني دبلوماسية جدا مع الطرفين، لذلك كان هناك تحلحل في الموقف الروسي خاصة مع الوساطة التركية. لم نلاحظ هذا التحلحل الروسي مع الوساطة الإسرائيلية أو الوساطة الفرنسية، إنما لاحظنا بشكل فعلي ومباشر مع الوفد أو الوساطة التركية. لماذا؟ لأن تركيا الآن هي تحترم الضمانات الأمنية الروسية، وأيضا تحترم الضمانات الأوكرانية، وتعمل على حيادة الموقف، وتعمل أيضا على حل هذا الصراع بمعزل عن التصعيد الأوروبي. وهذا ما دعا طيب فعليا وزير الخارجية الروسي إلى موافقة على هذه على الزيارة التركية وحل هذه الأزمة. وافقت روسيا. سيدة لانا باختصار معك قبل ان انتقل سيد اوغلو مره اخرى، هل لديك معلومات ما الذي سيكون حاضر او المطالب الروسيه في هذه المفاوضات او في هذه القمه الثلاثيه في انطاليا؟ بالتأكيد لقد صرحت الآن القنوات الإعلامية الروسية بأن الطلبات هي نفسها في المفاوضات الأولى والمفاوضات الثانية، لكن هنا هي اختلف سريعا. الوسيط واختلف هل الموقع. يمكن ذكرها سريعا؟ أولا، حيادة أوكرانيا جميع أراضيها من أن تحوز على أي نوع من الأسلحة المحظورة دوليا، اعتراف بالقرم كجزيرة تابعة لروسيا، وأخيرا عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وعدم حيازتها أي قوة نووية. البارحة الطائرات الروسية قد ضربت بالفعل مختبرات تحتوي على مادة نووية. ماذا تفعل هذه المختبرات في القرى الأوكرانية وعلى حدود مع روسيا؟ يعني للجانب الروسي فعليا لديه الحق في حماية أراضيه وحدوده من أي مفاعلات نووية على حدود بلاده مع أوكرانيا، أو أن تكون متواجدة على الأراضي الأوكرانية. يعني أوكرانيا هي أرض جغرافيا، هي أرض تابعة لروسيا وتابعة للغرب. يعني يجب فعليا حيادة هذه الأراضي لكي لا تكون مدخل روسيا لأوروبا، ولا تكون أوكرانيا أيضا مدخل أوروبا لروسيا. سأعود إليك سيد بتفان، أعود مرة أخرى لإسطنبول. سيد أوغلو، بخصوص هذه الوساطة التركية وتصريحات شاويش أوغلو وهذه القمة، بحسب كثيرين ربما تمهد إذن إلى لقاء أو قمة ثلاثية على المستوى الرئاسي تجمع الرئيس أردوغان بالرئيس بوتين وزيلينسكي في أنقرة. هل بالفعل سيحدث ذلك بعد قمة الخميس القادم على مستوى الوزارات أو الوزراء الخارجية الثلاث شاويش أوغلو وسيرجي لافروف وزير خارجية أوكرانيا؟ هذا يعتمد بشكل مباشر على مدى نجاح أو تقارب وجهات النظر الروسية الأوكرانية. إذا ما بقيت موسكو والوزير لافروف متمسكا برأي موسكو أو أوكرانيا أن تنفض يدها من الغرب بشكل تام، وقبل قليل في الأخبار العاجلة موسكو تطالب أوكرانيا بتغيير دستورها، وبالتالي منح أي فكرة للذهاب نحو الغرب. إذا ما كانت هذه النظرة الروسية مستمرة في اللقاء الثلاثي للوزراء الثلاث في أنطاليا،
فإننا لن نحصل على تقدم حقيقي يلمس. موسكو أرادت أن تبقي باب الحوار مفتوحا لأنها تحصل على إن لم يكن الكل إلى جزء كبير مما تطمح إليه. هي تريد بطريقة أخرى الخروج من هذه الحرب بفوز، ولو كان هذا الفوز بطعم الهزيمة. لابد على موسكو من أن تخرج فائزة، وإلا سوف تخسر ماضيها ومستقبلها فضلا عن حاضرها. يعني موسكو إن بقيت على ما هو عليه فهي خاسرة. ماذا عن تركيا سيد أسيد أوغلو؟ ماذا عن هذه الوساطة التركية؟ وأيضا كان هناك مكالمة هاتفية بين الرئيسين التركي والروسي، وخصوص أيضا هذه الأزمة والمباحثات الثنائية بين تركيا وروسيا، وأيضا العلاقة التركية مع أوكرانيا أو حتى مع روسيا. هل طبيعة هذه العلاقة هي بالفعل ما ستكون سببا رئيسيا في حل حالة هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؟ هذه الوساطة التركية بحسب ما ذكر السيد لانا قبل قليل بأن لم تنجح فرنسا ودول غربية أخرى في الدخول بحل دبلوماسي سوى تركيا، لماذا تركيا؟ يقينا، لأن الغرب هو خصم وليس وسيط وليس محايد. تركيا لم تنخرط مع الغرب في هذه العقوبات التي فرضت على موسكو، لأن في بعضها الكثير من الإجحاف. يعني كانت الأمور أكثر مما يجب أن تكون عليه، وصلت الأمور إلى مستوى متدني من حيث مصادرة الإعلام الروسي ومن حيث مصادرة القطط الروسية. هذا أمر يعني غير صائب من حيث فرض العقوبات. السياسة لا تكون هكذا. لذلك كانت تركيا في نظرة مختلفة بزاوية ما عن هذه العقوبات الغربية. سوف تبقى تركيا هي بيضة القبائل، سوف تبقى هي عامل التوازن في هذه الحرب، ولكن بشرط أساسي مهم، وهو أن تدرك روسيا أن تركيا بطبيعة الحال وبكل الأحوال هي جزء من الناتو. وهذه المشاورات التي تجمعها تركيا ما بين الوزيرين الأوكراني والروسي على حد سواء، صحيح هي من زاوية الدبلوماسية التركية تحسب لها، ولكن كذلك هي رسالة من الغرب والناتو عموما. وربما يكون هناك أيضا بعض الرسائل من الأطراف الشرق أوسطية، يعني هنا إسرائيل ودول الخليج، محملة إلى تركيا، وتركيا سوف تتكلم باسم نفسها أصالة ونيابة عن هذه الدول كلها، تحاول أن تقنع الوزير لافروف بأن يثني حكومته عن هذا القرار التصعيدي الخطير، وهو الاستمرار في الحرب. يقول لنا بوتين أنني ماضي في هذه الحرب حتى تحقق أهدافها. هذا يعني أننا سوف ندخل في حرب استنزاف، هذا يعني أننا سوف ندخل في المجهول، وهذا ما لا تستطيعه لا روسيا ولا تركيا ولا يقدر عليه الغرب. فقط نقطة مهمة يجب التنبه إليها، روسيا تتعامل في هذه الحرب وتقوم بالقيادة من أعلى، في حين أن الغرب ومن خلفها الولايات المتحدة تقوم بالقيادة من خلف. أعني هنا أن روسيا تعتمد على سياسة النفس القصير، لذلك تريد أن تكون الضربات قوية ومحكمة وتصعيدية وتهديدية وجودية من خلال النووي للغرب بشكل عام. ولكن الولايات المتحدة والغرب عموما ينتهج نهجة النفس الطويل، القيادة من الخلف، النفس الطويل. لا مشكلة لدى الغرب بشكل ما أن يكون هناك أمد طويل لهذه الحرب. صحيح هناك ضرر اقتصادي، والغاز الروسي سوف يؤثر على الغرب وعلى الدول الأوروبية وعلى سبيل المثال ألمانيا، ولكن في المحصلة إن كانت هناك يعني معركة كسر عظم فسوف تكون لمصلحة الغرب، لأن 30 دولة مجتمعة بميزات متعددة ومن ضمنها تركيا. في نهاية المطاف لا طاقة لروسيا بها، لذلك سوف تدعو تركيا من هذا المنطلق روسيا إلى الاحتكار إلى الحكمة والذهاب نحو فوز بطعم الهزيمة. أبقى مع سيد أوغلو، سأنتقل مرة أخرى لموسكو. سيدة بتفان، تصريحات ديمتري بيسكوف كانت لافتة هنا بخصوص المطالب والأهداف الروسية من هذه الحرب. قال في حال تحقيق وموافقة أوكرانيا بهذه الشروط الروسية ستقوم موسكو على الفور بإيقاف عمليات العمليات العسكرية في أوكرانيا. هل تعتقدي بأن يمكن أن تتحقق أو أن توافق بالفعل أوكرانيا على هذه المطالب التي ذكرتها قبل قليل، المطالب الروسية في أوكرانيا وإنهاء الحرب عبر البوابة الدبلوماسية،
وأنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا في أي وقت كما ذكر بيسكوف؟ يعني لا أعلم على وجه الضبط ما هو الموقف الأوكراني. نرى أوكرانيا كل يوم وكل لحظة تعطي تصريحات، يعني زيلينسكي قال قبل أيام أنه يريد أن يجلس مع الرئيس الروسي، وقاديريف قال له تعال بوساطتي أنا إلى موسكو وسوف نضمن لك سلامتك وأمنك، وفي اليوم التالي قال نحن نريد الانضمام إلى حلف الناتو ويذهب إلى وساطة أوروبية غربية. يعني الموقف الأوكراني هو موقف غير ثابت بصراحة. عندما نشاهد التصريحات للمسؤولين الأوكراني لا يمكننا التنبؤ على وجه اليقين ماذا سوف تكون المفاوضات الثالثة. خلال اجتماعهم في المفاوضات الثانية قتل أحد الأفراد المفاوضين الأوكران بتهمة الخيانة. يعني هم لديهم صراع مع أنفسهم الآن حول الطلبات الروسية وحول قبولهم أو انسحابهم أو تشددهم مع الموقف الغربي. لكن على ما نراه الآن يجب على الأوكران فعليا اللجوء إلى المفاوضات، وأن لا تكون أرضهم هي ساحة حرب بين القوى العظمى والمعسكرات الشرقية والغربية. لا أحد يدفع بلاده إلى الحرب. الرئيس الصحيح والواقعي هو من يسلم بلاده من أي افتعالات نووية أو أي حرب تجري على أراضيه. هو ذهب بشعبه وأرضه إلى حروب يعني قد لا تنتهي في حال لم تكن هناك تسوية للنزاعات بطريقة صحيحة وطريقة واقعية. واضح، لكن يعني سيدة بدفان أنت تعلم بأن روسيا شنت حربا وخرقت القوانين الدولية في هذه الحرب، وأيضا اتفاقية مينسك منذ يعني 10 أو 12 اليوم على التوالي تواصل روسيا في هذه الحرب أكثر من أسبوع، وبدأت روسيا في هذه الحرب على أوكرانيا وخرقت بحسب تصريحات غربية كل القوانين والأعراف الدولية وأيضا اتفاقية مينسك في خصوص الحرب الروسية الأوكرانية. بالنسبة لاتفاقية مينسك بالذات، هذه الاتفاقية لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام. أولا، من تم خرق هذه الاتفاقية هو الجانب الأوكراني. نحن نتحدث بواقعية كوني أنا باحثة ولا أتحيز لطرف أحد، لكن اتفاقية مينسك بالذات من يعني خرقها هو الجيش الأوكراني. يعني أين الإعلام وأين الاجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية عن 18 ألف روسي أوكراني أبيدوا نتيجة القصف خلال 8 سنوات. الأطفال لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس أو التعليم الجامعي نتيجة تحدثهم باللغة أو الإكسنت اللغة الروسية. فاللغة الأوكرانية والروسية هي لغة واحدة لكن تختلف اللهجات، ومجرد اختلاف لهجتهم عن اللهجة الأوكرانية يتم منعهم من دخول إلى المدارس وإكمال تعليمهم. يتم منع أي مواطن روسي أوكراني الالتحاق بالمؤسسات العمل في الدولة وغيرها من العمل الخاص. يعني يجب أن يكون هناك حياد في الموقف. يعني نحن نتألم على الضحايا الأوكرانية، ولكن يجب أن نتألم على جميع الضحايا ولا ننحاز فقط للقومية الأوكرانية. أما القومية الروسية الأوكرانية لا يتم التسليط الضوء عليها، وهذا وفق ما وتم من خرق اتفاقية مينسك. هنا تدخل الجيش الروسي نتيجة قيام مقاطعتين مينسك ولوغانسك بالتصريح أنهم يريدون الانفصال كون ما يعيشونه من 8 سنوات من حرب لم تفعل الدبلوماسية والحوار لهم شيئا سوى. في إذا كانت روسيا تتألم على هؤلاء الأشخاص في أوكرانيا كما ذكرتي سيدة بدفان، هل أيضا يمكن القول بأن يوم الخميس المقبل في هذه القمة الثلاثية في أنطاليا التركية ستؤدي لوقف مؤقت لإطلاق النار كما هي المطالب الأوكرانية وأذن التركية، وكما كان في حديث الدائر بين بوتين والرئيس أردوغان في مكالمة هاتفية، هل سيكون هناك وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل بعيد القمة الثلاثية؟ أعتقد بحال أوكرانيا منعت دخول أي من القوات الأجنبية والأسلحة الأوروبية على أراضيها وقالت بكل صراحة سوف نجرد أوكرانيا من جميع الأسلحة المحظورة دوليا، وليس فقط سوف يتوقف إطلاق النار إنما انسحاب العملية العسكرية الروسية بتاتا من على الأراضي الأوكرانية. يعني الكرة يقولون الكرة في ملعب روسيا، أنا أشاهد بالحقيقة الكرة في ملعب أوكرانيا. يعني هي فقط
عندما تصرح بأنها سوف تعمل على حيادة أراضيها، لن تدخل أي دولة في العالم على أراضيها، سواء كان من جانب الروسي أو الجانب الغربي. هي يعني للأسف أوكرانيا واقعة في الدول الأوروبية الشرقية، هي منفذ على روسيا وأيضا هي منفذ على أوروبا. يعني بحال لو كان طيب هذا التصعيد بالعكس، يعني تصعيد روسي أوكراني، سوف نرى أيضا تدخل عسكري أوروبي على الأراضي الأوكرانية. يعني لا يمكننا القول أن روسيا هي بالفعل دولة شريرة، إنما موقع أوكرانيا وانحيازها للغرب دفع الحملة العسكرية الروسية على أراضيها. لو كانت أوكرانيا منحازة للشرق أو لروسيا، لكانت هناك حملة عسكرية أوروبية على أراضيها. يجب على الأوكران أن يفهموا موقع الجغرافي لبلادهم وعدم تحيز بلادهم أي من طيب القوى النووية أو الأسلحة المحظورة، وعدم دخولهم في تحالفات سواء كان التحالف الروسي أو تحالف الناتو. سأعود إليك مرة أخيرة في هذه الجولة أو هذه الحوار أو هذه النقطة في خصوص الاتفاقية أو الوساطة التركية في هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. سيد أغلو، مرة أخيرة معك، ذكرت سيدة بدفان بأن ربما الكرة الآن بيد أوكرانيا وليس بيد روسيا أو في ملعب أوكرانيا. ماذا عن ملعب تركيا السياسي والدبلوماسي في هذه الأزمة؟ باعتقادك ستكون بالفعل أو ستأتي هذه القمة بجديد في مسألة الحل الدبلوماسي والوساطة التركية في هذه الأزمة وهذه الحرب الروسية على أوكرانيا ومسألة إيقاف إطلاق النار؟ كيف تقيم أجواء هذه القمة قبل لنقول يعني أمام الأجواء الحالية والمكالمة الهاتفية التي كانت بين الرئيس أردوغان وبوتين، وأيضا بمسألة الحث على وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟ تعليق سريع على كلام ضيفتك. سبق سيف العزل، الآن ليست الكرة في ملعب أوكرانيا على الإطلاق. أوكرانيا أخطأت خطأ في تقديري استراتيجيا عندما تناست التاريخ والجغرافيا وحاولت الذهاب نحو الحضن الغربي. هذا كان من الممكن أن يكون مدفوعا بطريقة أو أخرى، ولكن بعد أن سلمت أوكرانيا نفسها للغرب وبقي الغرب يدعم أوكرانيا، أصبحت أوكرانيا بدلا من أن تكون منطقة حياد، يعني فضلا عن أن تكون منطقة ربط ووصل ما بين روسيا والغرب عموما، فضلا عن أن تكون منطقة حياد أصبحت منطقة تصفية حسابات. اليوم الأزمة متعددة، ليست أزمة روسيا أوكرانية فقط، بل هي أزمة شرقية غربية، ومرحلة كسر عظم للصعود الطموح الروسي يواجهه كنترول أو تحكم أو عدم رضا أمريكي أوروبي من أن يكون هناك تعددية قطبية في التحكم في السياسة العالمية. لا يمكن لروسيا بهذه الطريقة أن تتحول إلى قطبية متشاركة مع الولايات المتحدة. اللافت في ما جرى سابقا منذ يومين أو ثلاثة هو امتناع الصين عن التصويت في مجلس الأمن، وهذا مؤشر خطير جدا، لأن الصين تعلم أن الأمور لن تكون سهلة والأمر والموقف ضبابي، وتركت الموقف كله والكرة كلها في الملعب الروسي اللي تجعلها يعني تنجو بنفسها، هي من بدأت الحرب عليها، هي من تنهيها. ولكن في العودة إلى سؤالك عن تركيا، هذا اللقاء الثلاثي هو مهم جدا، ولكن نعم. في تقديري الشخصي، قراءة شخصية بحتة، نعم، فضل. أنا أرى أن روسيا سوف تقوم بضربات نوعية وقوية جدا بما في ذلك العاصمة كييف لتحسن شروط تفاوضها في هذا اللقاء الثلاثي. يعني أنا أتوقع اليوم وغدا وبعد غد يوم الأربعاء أن يكون هناك تصعيد نوعي مختلف عما جرى في هذه الأيام الماضية من بداية الحرب وحتى اليوم. سوف يكون هناك ضربات مميزة ونوعية لكي تكون روسيا في منطق أنني أستطيع أن أضرب بقوة وأن أهدد بالفعل الأوكرانية ومن خلفها أوروبا. الكل يتوجس، أوروبا منقسمة على نفسها وهي خائفة. الآن سوف تكون الدول الأوروبية في مرحلة تسلح عسكري وميزانيات عسكرية أكثر، وبدأت بها ألمانيا بالفعل، ولكن هذا سوف يحتاج إلى وقت. في هذه المرحلة هي روسيا تحاول أن تقتنص الموقف وأن تكسب نقاطا دولية، وبالتالي تضع شروطها حتى على الولايات المتحدة، وأن يكون التفاوض مباشرة
مع واشنطن إلى موسكو مباشرة دون وسيط ثالث ولو كانت تركيا. صحيح أن الرئيس بوتين والجانب الروسي ومسؤوليه رحبوا بالوساطة التركية وأن يكون اللقاء ما إن جرى في تركيا، ولكن في النهاية روسيا تريد أن تعلي من نبرتها، كما قلت لك هي تقوم بالقيادة من أعلى، وبالتالي هي تريد نتائج سريعة وليست على نفس الطويل بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الصراع في القطبية، وهذه هي عودة مرة أخرى للحرب العالمية الباردة والتي أفرزت آنذاك جدار برلين والحرب الكورية 1950، جدار برلين 1948. اليوم الحرب العالمية الحرب المتجددة أفرزت أزمة أوكرانيا 2022، وفي النهاية سوف يجلس الطرفان أو الأطراف المتعددة إلى طاولة المفاوضات، وأنا قلت كما قلت سابقا سوف تخرج روسيا منتصرة بطعم الهزيمة. منتصرة بطعم الهزيمة. أشكرك جزيلا الشكر المهند حافظ أغلو الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. سيد لنا أخيرا بهذه العبارة، منتصرة بطعم الهزيمة، هل سيكون هكذا الموقف أو نهاية هذه الحرب الروسية على أوكرانيا؟ لا يمكننا الآن أن نخرج باستنتاجات مجرد لم يمضي شهر واحد على هذا الصراع، لربما قد يعني الأيام والشهور قد تعطينا النتيجة من هو منتصر ومن هو المهزوم. لكن الحرب كما قلت لك هي ليست مع أوكرانيا، يعني أوكرانيا بشكل مباشر، إنما هو الصراع، صراع قوى عظمى، صراع المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. يعني بحال انتصرت روسيا، هل انتصارها سوف يعول على تدمرها اقتصاديا، أو روسيا سوف تعمل على خلق نظام اقتصادي جديد؟ اليوم رأينا تصريحات بين روسيا و الصين في حول تداعيات إنشاء نظام اقتصادي آسيوي. يعني لا يمكننا في هذه المرحلة أن نعطي النتيجة، إنما هي فقط نحتاج شهور لربما سنة وسنتين لنخرج بنتيجة، هل المعسكر الشرقي انتصر اقتصاديا وعسكريا أم أن كان النصر حليف المعسكر الروسي. لكن السيد بوتين كان يتحدث عن الحرب، إنهاء هذه العملية الخاصة في أوكرانيا خلال يومين فقط، وليست يعني طالت، ونحن ندخل اليوم 12 على التوالي في هذه الحرب. صحيح، هذه العملية العسكرية قد تنتهي في أي لحظة، لكن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا لا يمكن أن تنتهي. لذلك وفق أن المقولة أنها تنتصر بطعم الهزيمة، يعني ما المقصود بطعم الهزيمة؟ أي تتدمر يعني. لذلك قلت لك دعنا ننظر إلى الشهور المقبلة كيف روسيا سوف تواجه هذه العقوبات، هل هي سوف تنتصر على العقوبات، بالتالي هي سوف تنتصر عسكريا بطعم ليس فقط الهزيمة أيضا انتصار اقتصادي. إذن التعويل على خروج روسيا من هذه الحرب انتصار بانتصار اقتصادي وانتصار عسكري وجيوسياسي. بالتأكيد انتصار عسكري، سواء استطاعت أن تجعل أوكرانيا دولة خالية من السلاح، وانتصار اقتصادي استطاعت أن تخلق نظام اقتصادي جديد خاص بها دون اللجوء إلى الدول الغربية، وخاصة بعد فرض جميع أنواع العقوبات التي طالت جميع اقتصاد الروسي. وهذا سيكون محور حديثنا بعد الفاصل أو بعد هذه المادة بخصوص العقوبات الاقتصادية على روسيا ورجال أعمال روس في حتى في بريطانيا. شكرا لكم سيدة لانا بتفان، كنت معنا من موسكو.